جزاكم الله خيرا، في منطقتنا يصلي الإمام ومعظم الناس صلاة العصر بعد صلاة الجمعة مباشرة، فما هو توجيهكم؟ هذا لا يجوز. الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صلاة الجمعة لها وقت، وهو من زوال الشمس، يبدأ من زوال الشمس، وصلاة العصر لها وقت يبدأ من مصير فيء الشيء مثله، إذا تساوى الشاخص مع ظله دخل وقت العصر. ولا يجوز تقديم العصر قبل وقتها، صلاتها مع صلاة الجمعة، ولا تصح، لأنه لم يدخل وقتها، وإذا صليت قبل وقتها لم تصح. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صل الصلاة لوقتها. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يكن يجمع بين الصلاتين إلا في حالة العذر، كحالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة، كحالة المرض الذي يحتاج المريض فيه إلى الجمع، وكحالة المطر الذي يبل الثياب ويتأذى الناس بسببه إذا خرجوا إلى المساجد. فلا بأس أن يجمعوا بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء. أما الجمعة فلا يجمع لها العصر بحال، لا في السفر ولا في الحضر ولا في المطر، العصر لا يجمع مع الجمعة بحال من الأحوال، ومن جمع فإن صلاة العصر في حقه تكون باطلة. نعم.